نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الوصول إلى المصانع المتمتلة باستخدام الهاتف. نقوم بالضغط هنا على جوجل الخاص بكم، من ثم سنقوم بالبحث هنا عن المصانع المتمتلة. بعدها سنقوم بالضغط هنا، من ثم سنقوم بالضغط هنا على الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. هنا سوف نقوم بكتابة اسم المستخدم، وهنا سوف نقوم بكتابة كلمة المرور. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل بلوتوث. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والإشتراك.